أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الحياة حلوة. وما زالت الحياة حلوة مع أجمل فنانين وأجمل مطربين ومبدعين من جميع الألوان. النهاردة هيبقى حلقتنا حلقة فنية، لكن طبعا هيبقى معانا ضيف جميل جدا وهيعرف نفسه بعد شوية من زمن الفن الجميل. زمن الفن الجميل اللي افتقدناه في الوقت الحالي، وبقى دلوقتي في الاغنيه او الفيلم الهابط، اغنيه التوك توك واغنيه الميكروباص واغنيه الافراح الشعبيه. طيب يا ترى ازاي نقدر نرجع زمن الفن الجميل؟ ان احنا نقابل شخصيات جميله ومبدعين من الزمن ده ونتشوق ونستمتع باغانيهم وافلامهم ومسرحياتهم. طب ايه رايكم لو طلعنا فاصل وشفنا مقطع من مقاطع الأعمال الفنية لضيفنا المطرب الشعبي الجميل الفنان الأفلام وفنان المسرحيات، بعد ما افتقدنا روحه الجميلة لمدة طويلة كان عايش فيها في الخليج في البحرين، لكن عاد لينا دلوقتي وقلنا نعمل معاه حلقة عشان احنا نستمتع وكمان السادة المشاهدين يسمعوا ويستمتعوا بأجمل الأعمال الفنية من زمن الفن الجميل والحياة حلوة. يلا نطلع ونشوف عمل من أعمال الفنان.